بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. هكذا مشاهدين الكرام هي انطلاقة جديدة وموفقة بحمد من الله ورعايته للشوط الثالث، وهو شوط مخصص للجذاع قيدان ومسافته هي 6 كيلومترات. هكذا مشاهدين الكرام نتواصل مع تراثنا العريق ونتواصل مع عبق الماضي من خلال هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يولي هذه الرياضة اهتماما ودعما مباشرين من سموه، فحفظك الله لنا يا أميرنا الفذ ويا قائدنا الشجاع، فسلمت لنا يا أبا مشعل وحفظك الله. هكذا مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء هي فعاليات مهرجان الهجن، وهكذا نعيش معكم في هذا العرس التراثي، وهي رياضة الهجن تعيش في عصرها الذهبي من خلال هذا الاهتمام من حكومتنا الرشيدة لهذه الرياضة. وها هي مقدمة هذا الشوط، وأرى شعار السيد ناصر بن سعيد العيدة يتقدم على ظهر شكلان في المركز الأول، وتعود ملكية شكلان للسيد ناصر بن سعيد العيدة المري، وجائزة سيارة، جائزة هي عبارة عن سيارة تويوتا غمرتين أبيض اللون مقدمة من اللجنة المنظمة بانتظار الفائز بالمركز الأول. وشكلان هو الأقرب حتى هذه اللحظة، شكلان للسيد ناصر بن سعيد العيدة في المركز الأول، وبرفقة المضمر القدير محمد بن حسين بن جرحب المري أحد الأسماء القوية. نتمنى لك التوفيق يا أبو حسين. النقل الآن على المركز الثاني، ونشوف الآن شعار السيد محمد بن مطر بن سعيد المريخي على ظهر مبعد في ثاني المراكز، وتعود ملكية مبعد للسيد حمد بن مطر بن سعيد المريخي. والنقل على المركز الثالث الجذاب في ثالث المراكز، وتعود ملكية الجذاب للسيد سالم بن حمد بن هدفه المري. ولكن هناك تسلل على ثالث المراكز من حامل رقم 35 الشعال سوف يشعل المنافسة. الشعال مشاهدين الكرام سوف يشعل المنافسة وينتقل الآن إلى ثالث المراكز، وتعود ملكية الشعال للسيد حميد بن عبيد الخيلي هو مالك الشعال اللي في ثالث المراكز. ننتقل الآن إلى المركز الخامس، وعلى ما يبدو بأن عماش مشاهدين الكرام شعار بالنايفة، على ما يبدو بأن عماش أو شجاع في المركز الرابع، وتعود ملكية شجاع الآن اللي في خامس المراكز للسيد محمد بن عبد الهادي بن نايفة الشهواني. ومنصور المسيفري أيضا يرشح شجاع لانتزاع نقطة هذا الشوط. النقل الآن على المركز الخامس، شعار بن دلوان يتقدم الآن إلى خامس المراكز على ظهر أفريح في خامس المراكز للسيد علي بن دلوان المري. والنقل على المركز السادس، شعار السيد عبد الله بن محمد العطية يتقدم الآن إلى خامس المراكز. يتقدم مشاهدين الكرام نفران في خامس المراكز للسيد عبد الله بن محمد العطية، والمركز السادس للسيد علي بن دلوان المري، والمركز السابع شعار الخيارين مشارك في هذا الشوط
نحاول أن نتعرف عليه اللي هو سراب للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين في المركز السابع والمركز الثامن. الفارس للسيد محمد بن سالم بن فاتوح المري، والمركز التاسع شجاع للسيد محمد بن عبد الهادي بن نايفة الشهواني، والمركز العاشر السعدي للسيد محمد بن مبارك الهاجري. هكذا مشاهدين الكرام نذيع على حضراتكم المراكز العشرة الأولى المتقدمة، لنعود والعودة أحمد إلى شكلان. شكلان مشاهدين الكرام في المركز الأول، ولا زال يشكل خطورة على مقدمة هذا الشوط شكلان وعلى التيوت الغمارتين. شكلان للسيد ناصر بن سعيد العيدة وبرفقة أحد شبابنا المضمرين محمد بن حسين بن جرحة بالمري، و2500 متر على خط النهاية. ولا زال شكلان ومنذ انطلاقة هذا الشوط وهو محتلا لصدارة هذا الشوط. شكلان للسيد ناصر بن سعيد العيدة ومحمد بن حسين بن جرحة بالمري هو الذي يقوم بعملية تضمير شكلان النقلة على المركز الثاني. نشوف الآن الشعال، والشعال أشعل فتيل المنافسة، وينتقل الآن الشعال إلى ثاني المراكز وفي طريقة إلى مقدمة هذا الشوط لسيد حميد بن عبيد المنصوري، والنقلة على المركز الثالث. حميد بن عبيد الخيلي هو مالك الشعال اللي في ثاني المراكز. المركز الثاني اذا شعال للسيد حميد بن عبيد الخيلي. النقل الان على المركز الثالث. المركز الثالث مبعد للسيد حمد بن مطر بن سعيد المريخي، والمركز الرابع معزز للسيد عبد الله بن خالد بن محمد العطية مالك معزز الذي الآن ينتقل إلى ثالث المراكز. وانتظروا مفاجأة معزز، يبي له مراقبة ويبغي له متابعة معزز لخالد بن محمد العطية. المركز الرابع الآن فريح للسيد علي بن دلوان المري، والمركز الخامس شعال للسيد حميد بن عبيد الخيلي، والمركز السادس الفارس وتعود مكيتة للسيد محمد بن سالم بن فاتوح المري، والمركز السادس سراب للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والمركز الثامن الذيب ووصل الذيب للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري، والمركز التاسع مهاجر بدا في الهجرة إلى مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن فراج المري، والمركز العاشر أرى فيه مزعل للسيد مسعود بن طحنون الهاجري. أنهينا النداء لنعود إلى شكلان والألف والخمسمائة متر الأخيرة، وشكلان في المركز الأول للسيد ناصر بن سعيد العيدة، والمركز الثاني يا سلام يا الشعال، وقلنا لكم الشعال سوف يشعل فتيل المنافسة، وفعلا الشعال مشاهدين الكرام يشكل خطورة على شكلان، وينتقل الآن الشعال إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا عبيد يا ابن يا حميد يا ابن عبيد يا الخيلي يا مالك الشعال. الشعال ينطلق مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة. الشعال لسيد حميد بن عبيد المنصور، والمركز الثاني عاد شكلان مشاهدين الكرام مرة أخرى للسيد ناصر بن سعيد العيدة، والمركز الثالث معزز للسيد خالد بن محمد العطية، والذيب وصل مشاهدين الكرام إلى ثالث المراكز للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري، وأيضا مهاجر للسيد علي بن فراج المري يصل إلى رابع المراكز. والمركز الخامس للسيد مزعل للسيد مسعود بن طحنون الهاجري. وخلونا نعود يا سلام يا شعال مشاهدين الكرام ينطلق شعال. أشكرك يا حميد يا بن عبيد يا الخيلي. يا سلام يا شعال. الشعال مشاهدين الكرام ينطلق ويندفع بكل ما أوتي من قوة. يا سلام يا شعال، ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة والتيوت الغمارتين بانتظارك يا حميد يا بن عبيد يا الخيلي. إذا وصل الشعال هذا العرض الممتاز المركز الثاني أشوف مهاجر مشاهدين الكرام رفع راية التهديد ويشكل خطورة ويهاجر مشاهدين الكرام إلى تيوت الغمرتين. مهاجر للسيد علي بن فراج المري، ويا أخوي يا حميد يا بن عبيد يا الخيلي وصلنك علي بن فراج المري. لا زال الشعال 300 متر الأخيرة، الشعال في المركز الأول ولكن مهاجر
المهاجر. الله الله يا علي يا بن فراج يا المري، مهاجر مشاهدين الكرام يهاجر إلى التيوت الغمارتين، إلى التيوت الغمارتين. يا سلام يا سلام يا علي يا بن فراج يا المري يا مالك مهاجر، يا سلام. تهانينا تهانينا والناموس نزفها للسيد علي بن فراج المري على فوز مهاجر بالمركز الأول. المركز الثاني مزعل للسيد مسعود بن طحنون الهاجري، والمركز الثالث الذيب لفيصل بن طالب بن شريم المري، والمركز الخامس المركز الرابع الشعال لحميد بن عبيد الخيلي، والمركز الخامس معزز الخالد بن محمد العطية، والمركز السادس ممتاز للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، والمركز السابع الفارس للسيد محمد بن سالم بن فاتوح المري، والمركز الثامن مبعد للسيد حمد بن مطر بن سعيد المريخي، والمركز التاسع سراب للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين، والمركز العاشر شكلان للسيد ناصر بن سعيد العيدة. هكذا مشاهدينا الكرام نتيجتنا، وهذه هي نتيجتنا للمراكز العشرة الفائزة معنا في هذا الشوط. وعلي بن فراج المري يتلذذ بطعم التيوتا الغمارتين ويحصل على هذه الجائزة القيمة. تهانينا والناموس نزفها من خالص أعماقنا للسيد علي بن فراج المري على فوز مهاجر بالمركز الأول، ومهاجر قطع مسافة 6 كيلومترات في زمن قدرة 9 دقائق و58 ثانية و12 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مهاجر السيد علي بن فراج المري، وجاء في المركز الثاني مزعل، ومزعل قطع المسافة في زمن وقدرة 9 دقائق و59 ثانية و20 جزء من الثانية. تهانينا لمالك مزعل الفائز بالمركز الثاني السيد مسعود بن طحنون الهاجري، وجاء الذيب في ثالث المراكز وقطع الذيب المسافة في زمن وقدرة 10 دقائق بدون أي ثانية و18 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الذيب السيد فيصل بن طالب بن شريم المري، ولحظات التكريم